بالطبع ما يمكننا إلا نكون جد مسرور بهالتأهل وجد فرحان لأن المنتخب المغربي أقنع في على جميع المستويات، سواء من ناحية تنظيمية أو من ناحية دفاعية، بالإضافة إلى بعض العناصر الجيدة اللي ما كانش عارفها الشعب المغربي أو المتتبعين المغاربة للفريق الوطني، لأن تفاجأنا بعناصر جيدة كاللوزي وكالشاعر، بالإضافة إلى نايف كريف اللي تبت مكانته كمدافع صلب اللي عوض بن عطية في هذا المكان. هناك يجب الإشارة إلى أن مرابط قام بواحد الدور كبير خصوصا في 3 مباريات، لأن لقينا ذاك الرابط اللي ينسينا في الأحمدي وينسينا في الأحمدي، ونتمنى أن تكون المسيرة ديالو موفقة في ذاك المكان. أجل لأن انتصارات كلنا فرحان، الجمهور المغربي فرحان بهذه الانتصارات، لأن انتصارات كانت قوية بحصص مهمة، لأن شفنا المباراة الأولى كان المنتخب المغربي انتصر 5-0، بالإضافة إلى المباراة الثانية 3-0 والمباراة الأخيرة 4-1. كنظن أن الناخب الوطني حاول باش يثبت يدير ركائز للمنتخب ويعول على المنظومة الدفاعية والهجومية في نفس الوقت، ولقى العناصر اللي يمكن يطبقوا لها هذه الطريقة، لأن كما شفنا المباريات كلهم لقينا أن المنتخب المغربي جميع الأفراد ديالو كل واحد كيقوم بالدور ديالو سواء من الجانب الدفاعي أو الهجومي، وكيبان لك بأن الخطوط متقاربة وكاين واحد الانسجام اللي ولا حاصل خصوصا من 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 ولا من دخل الكعبي الرسمية وحاول يبرهن المدرب بأنه هو قادر على المكان قادر باش يحجز المكان ديالو داخل الفريق المنتخب الفريق الوطني. هذا من جهة أخرى أن ما خصناش نغتروا ونقولوا بأن المنتخب ديالنا صافي راه وصل لواحد الأوج ديالو، لأن باقي ما لقيناش واحد الخصم عنيد اللي يمكن يعطينا ثقة كبيرة المغاربة كاملين، باش على الأقل نقولوا بأن لقينا المنتخب ديالنا ديال اللي غادي يفكرنا في التاريخ ديالنا في 86 وفي 92 وفي 98، لأن كاع كلنا كنحلموا باش يرجع ذاك التوهج ديال المنتخب الوطني. هذا ما يمكن يثبت نحقوه إلا نقارعوا منتخبات في مستوى كبير ككوت ديفوار كمصر كالجزائر كتونس، هذه الفرق اللي كتحتل المراتب الأولى من الناحية القارية. كنظن أنا إن شاء الله الركائز الأولى أو الساتور ديال المنتخب لقيناه، خاص تضافر الجهود وخاص يبقاو رجلينا في الأرض باش نحاولوا نجتهدوا أكثر باش يحصل ذاك الانسجام وهاد العناصر الشابة، وبين قوسين لأن عندنا منتخب شاب تقريبا الأعمار كلها ما كتجاوز 23 سنة وواحد 22 سنة. هذا ربح كبير بالنسبة للمنتخب، لأن غادي نلعبوا به واحد المدة طويلة، بالإضافة إلى العناصر الشابة الصغرى اللي باقي ما شفناهاش باقي ما تعطاتهاش فرصة. كنظن المنتخب الناخب الوطني كيقوم بعمل جاد من وكنشكروه على هذا العمل، لأن كان 3 مباريات عطاونا واحد الثقة في المنتخب الوطني، ولينا كنعرفوا العناصر كلها اللي تبتت على مكانتها، ومازال ان شاء الله غادي تكون يوقع واحد انسجام واحد تجانس ما بين الافراد، وغادي المستوى ديالهم غادي يصعد ويعطيونا نتائج ايجابيه. نتمنى على الله ان يجينا فريق اللي يمكن
يبرهن فيه المنتخب الوطني على إمكانيته، لأن عندنا مباراة واحدة اللي هتكون فيها الذهاب والإياب، ونتمنى أن جميع العناصر تكون واعية بهذه المسؤولية، لأن عندنا قربنا كما كيقول المثل المغربي ما يمكنش نوصلوا حتى للبير وما نشربوش، ولهذا نحاولوا باش نحجزوا البطاقة ديالنا للتأهل، وديك الساعة عندنا الوقت باش نعملوا وباش يوقع لنا واحد التجانس كبير اللي غادي يثبت القوة ديال المنتخب الوطني. أنا جد سعيد بهذا هذا الخط التصاعدي ديال المنتخب وهذه العناصر الفتية اللي وجدناها واللي غادي تقول كلمتها ان شاء الله في المستقبل القريب المغاربة كلهم. وانا كنشكر الفريق على هذه المردوديه، وهذا لان عطاوني واحد القناعه، واحد تفاؤل كبير للمستقبل ديالنا، وشكرا.